ريهام، ايوه، السلام عليكم. اتفضلي يا ريهام. ايوه دعاء، انا بس كنت عايزه اسال الشيخ اشرف، الرؤى هل في فعلا حاجه اسمها رؤى ولا لا؟ لان انا كنت سمعت حد انه قال ان مفيش رؤى ومفيش حاجه اسمها علم الرؤى، ولو انه انا بيحصل لي ان انا قبل كل حدث في حياتي، سواء الحدث حاجه كويسه او وحشه، وكله كويس طبعا الحمد لله من عند ربنا، ولكن بيحصل لي رؤيه فعلا وكانها بتشرح لي الواقع وبتشرح لي اللي هيحصل، فده بعض احيان بيخوفني، ببقى خايفه يعني لما بشوف رؤى ولسه ما ببقاش فاهمه معناها، او ما ببقاش شايفه ان الحدث اللي هيحصل ايه، فببقى خايفه جدا، ما ببقاش عارفه ان هي هتبقى حاجه كويسه ولا لا. بعض الناس بيقولوا لي دي حاجه كويسه وما تحكيش عليها لحد، والحمد لله دي نعمه من ربنا، واسال حد تاني يقول لي لا هو اصلا ما فيش علم للرؤى وما فيش اصلا رؤى ودي ممكن تبقى انتي بتبقي حديثه شايفة حاجة رمزية يعني، ولا تقريبا. حاجة بتحصل هي هياها؟ لا، بعض اوقات بشوف اشخاص، يعني الاشخاص اللي بشوفها في الرؤيا هي اللي بشوفها في خلال اليوم، ولازم يحصل حدث ولازم يحضر حدث اشوفهم بالفعل في اليوم ويظهروا في يومي ايا كان يعني اللي هم بيعملوه، او كانت مكالمة تليفون او ان انا بشوفهم بالفعل او كده، ولكن ده بيحصل فعليا. وساعات بتبقى حاجة ممكن في وسط الرؤية يحصل رمز او اتنين ما بقاش فاهماهم، ولكن في خلال بقى الاحداث بعرف انه ده كان كذا. فهل ده ايه؟ طيب، حاضر حاضر، شكرا ليكي. الرؤى بقى، الأحلام والرؤى، الرؤى أمر، الرؤى تنقسم إلى 3 أقسام: رؤية حقيقية وهي من الله، ورؤية حلم وهي تكون من الشيطان، خلاص، وحديث نفس. دول الـ3 حاجات. الرؤى الحقيقية الموجودة حقيقية موجودة، يراها الإنسان في منامه أو ترى له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني الرؤية دي الرؤية الصالحة، يعني دي جزء من النبوة. يبقى إذن لأنه نوع من أنواع الإلهام أو الوحي زي ما الأخت بتقول. ففي رؤية، في رؤية، في حلم، في حلم، حلم اللي هو من الشيطان، قد يكون كوابيس، شاف ناس مش عارف راسها بتتقطع، مش عارف إيه بيحصل، إيه ده، ماشي. حديث نفس اللي هو الإنسان عقله العقل الباطن الباطن، مخزن بعض حاجات فبتظهر لك وانت نايم، بس بصورة بقى مكبرة لأنك انت نايم زي بالطبع دايما يعني، نحلم يوم الامتحان اننا ما لحقناش نروح او مش الامتحان عارف ومش ايه عارفة وبتاع، ايه والحاجات دي. والحاجات دي. إذن الأحلام موجودة، نعم موجودة، إنما اللي مش موجود هو أن يكون هناك علم يسمى تفسير الرؤى. هو ده اللي مش موجود، ما دل عليه خلاف، مش موجود. ليه بقى؟ لأن يشترط في المعبر أن يكون لديه علم بحال الرأي، يعني لازم يبقى عارفه، اللي يفسر يبقى عارف مين ده. حاله إيه. يعني مثال، أنا ابني لما يجي يقول لي ده أنا شفت رؤية كذا كذا كذا، أنا عارف بقى العيلة فيها إيه والموضوع في إيه، فممكن أتوقع إني قد تكون هذه الرؤية لكذا أو قد تكون لكذا، إنما مش لكل الناس، مش في التلفزيون لا، كل انما واحد. ابن سيرين ده اللي بنفتح كتبه ونقول ده تفسير السنان، كل تفسير مش التفاسير عارفة هذه، ايه، تفسير كل ايه. التفاسير هذه التي تسمى تفسير ابن سيرين وغيرها منسوبة لابن سيرين. هو كان رجل عنده يعني شفافية، وعنده حلم، وعنده علم، وعنده كذا، فدي آراء أو كلام قاله أو تفسيرات قالها أو فسرها للناس الذين كانوا يأتون إليه. يعني ما أنا ممكن، بس مش شرط تكون ثابتة. لا مش شرط تكون ثابتة، ولا دليل عليها، ولا دليل على صحتها، لا ولا دليل على صحة أنه هو الذي كتبها أو أمر بكتابتها. يعني مفيش أدلة على هذا الكلام. فإحنا أدي معنى الكلام عشان نفصل، مش لكن في أحلام، نصوص في أحلام، يعني، مش إيه؟ نصوص لا مش نص. يعني، حتى لو هو اللي قالها. إنما هناك أيضا رؤى، رآها سيدنا يوسف عليه السلام، وعبرها، ورآها الملك وعبرها له يوسف. كانت هذه من خصائص سيدنا يوسف عليه النبي السلام أو كان النبوة. خصائص نبوة. أيوه، النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا بعد صلاة الصبح يقول: هل رأى منكم من رؤيا؟ فيقصها، فهذا يقص علي وهذا يقص علي. ده كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفسر هذه الرؤى، النبي ما يعني كانش لا بيفسر. ما فسرهاش. يعني لما جاله عبد الله بن عمر، او سيده حفصه راحت قالت له: ده عبد الله بن عمر شاف انه كان نايم في الجامع، فشاف ان الملاكين خدوه وحطوه في جهنم ومش عارف ايه، وهو عمال يحجز بنفسه ويطلع. فبيقول لك يعني ايه ده يا رسول الله؟ فقال: يرحم الله ابن عمر، لو كان يقوم من الليل بس كان يقوم يصلي له يصلي ركعتين ركعتين بالليل، بدل ما يقعد التخاريف بقى النبي. والاحلام، ونقعد نعيش في الدنيا الاحلام بقى والاوهام، وحلمت حلم، وحلمت مش عارف ايه، وحلمت مش عارف. طب هي تعمل ايه لو هي عندها حاجة ربنا؟ تكتم، لا تخبر بيه احدا حتى لا يقع، لانه معلق على جناح الطائر. تخاف ولا لا ما تهرب؟ تخافش، لا خالص لا تخاف. يعني ده تيجي قد يكون في شفافيه، ممكن تكون ست عندها شفافيه. وخلي بالك اللي بيشوف الرؤى الحقيقيه
كلهم يتصفون بالصدق. ناس عندها صدق، اللي بيشوف الرؤيه مصطفى لك الصبح ده شخص صادق ما عندوش كذب. فلذلك ده لما بيحلم حلم يبقى هو ده الصح، هو ده. بس ما هم بيحكوا ما احنا بنقول افضل ان الانسان اذا راى رؤيا فكانت فيها خير، فيعني ان كان فيها بشرى بشر بها. طب يعني يكون فيها المطلوب مننا حيال هذه الرؤى ايه؟ اننا ندور على تفسيرها ولا نسال فيها؟ يعني ما اكلمش حد اقول له انا شفت انا عملت، ولا نسال ولا نقول شفنا ولا ندور في الانترنت ولا نعمل اي حاجه ولا اي حاجه، لانه لن يقع شيء في كون الله الا بمراد الله، ده يقين. انما ده نوع من انواع الغيب انك تسال في تفسير الرؤيا ولا ايه؟ لا هو هي نوع من الرؤيا نوع من انواع الغيب. ايوه يطلع الله بها من شاء من عباده. طيب انما انا كمان لو انا بسال عن تفسير الرؤيا هل ده نوع من انواع البحث في الغيب يعني؟ لا مش بحث في الغيب ولا حاجه. انت عايزه لا هو دايما اللي عايزه تطمن نفس. أيوة الرؤيا دي معناها ايه؟ ده اللي انا عايز اقوله، هو كل اللي بيشوف رؤيا وبتقلقه او بتبقى يعني بيبقى عايز يطمن فبيبقى عايز يطمن اكتر من كده مفيش. لكن احنا لا نسال ولا نطمن ولا اي حاجه. طيب ايه موضوع يدفل على شماله او على يساره ويعني ده امتى؟ دي لو واحد نايم وشاف كوابيس فيقوم من النوم فيدفل على يساره ثلاثا، والنص اللي وارد في الصلاه ان الواحد لو هو بيصلي والشيطان قاعد عمال يوسوس له يدفل عن يساره ثلاثا. طيب لو شاف كوابيس وشاف حاجات وحشه وكده هل في حاجه يعملها غير يقوم يتوضا يدفل عن يساره ثلاثا ثم يتوضا ويصلي ويركع ركعتين ويحكي ولا ما يحكيش؟ لا ما يحكيش، ما يحكيش في حاله الحلو والوحش. الحلو اذا كانت فيه بشاره يقولها، يعني انا شفت مثلا انا شفتك ان ربنا شفاك وعافاك، انا شفت ان كذا كلام ماشي كان من انواع البشاره. ولكن لا ناخذ الاحكام من الرؤى ولا نعتمد عليها. ابويا جالي في الحلم وقال لي اعملي كذا. لا ما كل ده ولا يقول لك النبي جالي في الحلم وقال لي اعمل كذا، هذا ايضا ليس لا بس النبي ما الشيطان لا يتمثل في صوره النبي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الإنسان في رؤياه بأمر ليس موجودا في الشرع. خليك عارفة، وإذا لو قلنا كده يقول لك النبي بقى ساب الدين ناقص وده فلان اللي جاي يكمله، وتبقى نوع من أنواع النبوءة وهذا لا يجوز. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أشرف الفيل. عندنا فاصل قصير ونعود.